نشرت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردنيان منشور إلها على صفحتها الرسمية بالإنستغرام، وأعلنت فيه ابتعادها عن المنصة لوقت طويل. وبوقت سابق نشرت جويل مردنيان صورة إلها مع زوجها كمال كدورة يوم الاثنين الماضي، وعلقت على الصورة بقولها إنها تستمتع بأجمل أيام حياتها. ولكن بعد مرور عدة ساعات حذفت مردنيان المنشور ونشرت واحد تاني باللون الأسود، وكتبت فيه: كم هي الحياة غريبة عندما يمكن أن يتحول أفضل يوم في حياتك فجأة إلى أسوأ يوم. سأبتعد عن الإنستغرام لفترة طويلة جدا، أتمنى لكم جميعا أيام سعيدة. وهالمنشور عمل قلق عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعند محبين جويل مردنيان بسبب تداول خبر طلاقها، مستفسرين إذا تم طلاقها من زوجها أم لا، لأن على ما يبدو حذفت كل الصور اللي بتجمعها مع زوجها كمال. ولكن ما صرحت جويل أي تصريح حول هالموضوع، وانهالت التعليقات المشجعة لمردنيان وفي مين تمنى لها الخير وفي مين استخف بالموضوع. ولكن هل فعلا خبر طلاقها إشاعة لأنها ما علقت على الموضوع، أم حقيقة بسبب حذف صورها مع زوجها كمال؟ اكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية خبرنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.